السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة الوطن الجزائرية وفي رحاب حصتكم الأسبوعية زينة الحياة زينة الحياة لتهتم دائما بتناول مواضيع المتعلقة بصحتكم وصحة أبنائكم من المواضيع اللي اخترتموها وطلبتموها بشكل كبير هو عدوى القمر أجلي إثراء الموضوع يسعدني كالعادة الترحيب بكل من الأستاذة نصيرة خلوفي أهلا بك أستاذة أهلا بك أمل أهلا ب دكتوره وبالمشاهدين شكرا، أهلا بك دكتوره كريمه أهلا بك أمل، أهلا بك نصيرة وأهلا بالمشاهدين الكرام شكرا. دكتوره كريمه، نعم. عدوى القمل من المشاكل اللي ربما الأمهات يخافوا منها في كل موسم دراسي يكون هنالك انتشار للقمل في اماكن محدده بعدين حنتكلم عليهم خاصه المدارس عدوى القم قولي لي هل هو مرتبط بقله او انعدام النظافه ابدا <applause> ابدا هذه هي... هذا الامر الذي يظنه الكثيرون واللي حتى لما هنا كنا صغار كنا نخافوا كنا لو كانت تشدنا ليبيديمي ولا لا. ولكنه غير... غير ليست له علاقه على الاطلاق ب... يعني بالنظافه لا. ولكن هو عباره عن بارازيتوز عباره عن حشرات لا. تنتقل عند مم. في ظروف في معينه مم. من من شخص لاخر من طفل لاخر ونقول الاطفال اختار الاطفال اللي متصلين مع بعضهم يتلاقوا مع بعضهم ولكن ما عنده حتى علاقه بالنظافه كما قلتي من قبل كنا نحكوها في الاستراحه يقدر الانسان يغسل شعره ثلاث مرات وباجمل في اجمل احسن الماركات احسن الماركات نشانكو. ويصاب يصاب بعدوى القمل <applause> اذا اذا ما كانتش هي النظافه وقله النظافه ما هي الاسباب أه الاسباب هي على بالك القمل هي عباره عن حشره أه تحب الانتقال اول الانتقال لا يكون عن طريق مثلا ديزاني موسوفاج ولا دوميستيك يعني, نقولك يعني من لا حيوان من نحو الانسان وانما من انسان نحو الانسان من كاين هناك حشرات يعني الكلاب عندهم حشرات ديالهم القطط عندهم حشرات ولكن الانسان نعم ولكن الانسان عنده حشرات القمل وحشرات اللي اللي الانسان عندنا نوعين من القمل عندنا قمل على مستوى الراس يكون الشعر وعندنا قمل يكون في في جسم الانسان, في جسم الإنسان. القمل اللي يحب لو كان نحكوا على انثى القمل نقابل لا دومي في تاعها المعيشه تاعها سي يعني تعيش ام ولكنها آه، تبيض بسرعة نعم. يعني يوميا من خمسة حتى العشرة بيضات نعم. اللي هما يسموهم لي اللي هما سئبان اللي هذيك السئبان البيضاء اللي تكون آه، ت... ت... اللي تزرعها على أطراف الشعر تزرع على أطراف الشعر كي ت... كي هذيك السئبان تكبر وتولي يعني هي تانية... تفقص يعني... تفقس وتكبر نفس الشيء تنتقل الانثى القبل لما تكون تتغذى تحب تحب الرطوبه تحب الحراره مؤخر مؤخره الراس لانه تم لي لتكون مناخ يعني ملائم مناخ ملائم للتكاثر ديالها تطلق اللعاب تاعها <applause> اللعاب ديالها هو اللي يدرنا لو هذاك عند 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 لونفون <applause> <applause> معليش بعدين راح نتكلموا يعني باكثر تفصيل في هذا الموضوع نروحوا نشوفوا هذا التقرير حول الموضوع ثم نعود اعزائي المشاهدين <applause> القمل حشرات صغيره من الطفيليات تعيش على امتصاص الدم من الراس يمر القمل خلال دوره حياته بثلاث مراحل مرحله البيضه او ما يسمى بالسيبان ويتميز بيض القمل باللون الابيض اللؤلؤي وهو جامد يلتصق بشده في الشعر يفقس السبان خلال سته الى عشره ايام ولكن حتى بعد الفقس يظل الغلاف الابيض عالقا بالشعر وعاده من الصعب معرفه ما اذا كان يحتوي على جنين حي ام لا مرحله الحوراء وتخرج من السيبان وهي بيضاء شفافه وتتغذى على دم فروه الراس مرحله التحول الى قمل بعد اسبوعين او ثلاثه وتصبح الحوراء قملا ويكون لون القمل بنيا او رماديا وهو تقريبا بحجم حبة السمسم، يتحرك القمل بسرعة شديدة ويصعب الإمساك به، يمكن أن يعيش القمل مدة شهر في فروة الرأس، ولكنه يعيش يوما أو يومين خارج الشعر، ويعد قمل الرأس شديد العدوى، رغم أن القمل لا يستطيع الطيران ولا القفز، لكن المخالطة الوثيقة مع الشخص المصاب واستخدام أشيائه الخاصة كالقبعة مثلا، يعرض الإنسان إلى خطر التقاط عدوى القمل. لا تلعب القطط والكلاب وبقيه الحيوانات الاليفه اي دور في انتشار القمل الذي يصيب البشر لا ينقل القمل امراضا بين الناس وهو لا يعد خطيرا تكثر الاصابه بقمل الراس بين الاطفال في سن الثالثه حتى الحاديه عشره وتنتقل العدوى في عائلاتهم ايضا وفي هذه الحاله لابد من علاج المصاب والاشخاص الذين احتك بهم أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين ذكر بأن موضوع حلقتنا لليوم هي عدوى القمل كنا شفنا في هذا التقرير صور مفزعة إن صح القول أستاذة نصيرة الأم الحريصة على نظافة منزلها وهي دائما يعني تتبع كل نعم يعني. كل الأماكن في المنزل تنظفهم وتعقمهم وتطهرهم وفجأة تشوف ابنها ولا أبنائها يعني يصيبهم عدوى القمل كيفاش تكون ردة فعل هذه السيدة؟ أكيد راح تفزع يعني أول أول شيء وراح تولي تشك في نفسها أنها ما هيش مقصرة. تنقي راهي مقصرة وما هيش مه تنقي مه. في الدار وما هيش تنقي في أولادها يعني واش نقول لها هذه السيدة؟ نقولها ربما تقلقش ما هو أمر يعني هو أمر طبيعي نعم. خاصة كي وليدها يشارك في تجمعات ان صح التعبير اما في المدرسه ولا دي كولوني دو ولا <applause> وين يكونوا <تصفيق> بزاف لي <applause> يعني. فوالا تجمعات تاع اطفال ويكون فيهم اللي عندهم قمل اكيد يعني راح يصابوا بالعدوى وهو مش متعلق كما قالت الدكتوره بالنظافه لانه قادر الام تكون نظيفه وحريصه جدا توصل لوليدها نجي. بزاف يعني عده مرات في الاسبوع بصح ينتقل <applause> هذا شكرا أستاذة، استاذه القمل كما شفنا في التقرير انه ما يقفش وما يمشيش يعني مثلا ما يروحش من انسان الى انسان اخر مشيا ولكن كيف تتم عمليه العدوى احتياج المباشر نعم الاحتياك على على الطفل على القمل لا يصيب م. يعني الكبار او يعني في الجامعه ولا انا كان عندنا لي عندنا الاحياء الجامعيه عندنا عندنا اماكن كثيره م -م. هو يصيب على يصيب الاطفال م -م. لان الاطفال عندهم هذيك السذاجه تاع ينقوا بعضهم شعرهم يتلحى على بعضهم صافي هو ينتقل عن طريق الاحتكاك المباشر مم. هي هو انت القامل ولا ما تحرك من مكان مكان ولا مم. ولكن الاحتكاك المباشر ولا آه، 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 اللباس من مكان من مكان مكان مثلا انه الطفل عاده يرفد المونتو تاعه يعطيه لصاحبه يرفدو ايضا كيعلقوا حوايجهم دي فوا يكون لابس له شابو دياله القبعه ديالو, مم. ديالو، مم. خاصه في مكان البرد كامل كل فيها بعض مم. بعض الحشرات يعلقها ولا كيعلقها يجي واحد اخر يحطها يحط عليها القبعه ديالو من القبعه الثانيه للشعر تاع الشخص الثاني وتنتقل يعني بسهوله جدا ولانها كما كما ذكرت لك تبيض بسرعه ويعني تنتقل بشكل كبير يعني حتى ان دراسه بريطانيه تقول انه 40% من الاطفال المتمدرسين يصابون خلال السنه بعدوى القم هذه الظاهره شفناها كذلك في الجزائر في كل سنه يعني نشوفوها خاصه في اماكن التجمعات اللي هي لا. رواد الاطفال المدارس حتى المخيمات الصيفيه, الصيفية. من 10 الى 20 نعم. يعني حشره في الشهر الواحد دكتوره اذا تكلمنا مثلا عن المدارس خدينا مثلا المدارس هل نقول ان عدوى القمل الموجوده في المدارس تستطيع ان تكون نتيجه لغياب الفرق الصحيه في المدرسه اللي تبحث عن هذه الامراض وهنالك امراض كثيره يعني يصاب بها الاطفال في المدارس ولكن نتكلم الان عن عدوى القمل مثلا عدوى ورقه مثله مثل تسوس الاسنان مثل باقي الامراض لازم يكون عنده ان سيرفيس ما عندها يعني معناتها مع يكون فريق من الاطباء دوريا مه مثلا كل كل ثلاث اشهر يقوموا بفحص الاطفال كانوا يستعملوها ونظن باللي درك يستعملوا فيها يعني بالك في وقت ما كانوا يستعملوها احسن يعني ولكن من بين انه يشوفوا دروسهم يشوفوا لانه امراض القلب لا جايه من تسوس الاسنان في نفس الوقت يعاودوا يفريوا شعرهم يشوفهم. حتى انا كنا نشوف في القديم انه يجوا مثلا آه. الاطفال الى المدرسه انه اول شيء تقوم به المعلمه مثلا في بدايه الاسبوع انها مثلا تراقب الاظافر اذا كانت مقلمه تراقب الشعر آه. تراقب الاذنين تراقب مثلا الجوارب لكن هذا أنا... الامر قله يعني انا عندي آه. ابن يعني في السنه التاسعه راجع ايضا قل نسالوا ديفا نقولوا باللي تكون الممرضة ولا المدرسه مدرسه آه او مختصه يعني بالصحه آه في المؤسسه يعني كاين نعم. وحدات الصحه المدرسيه مم. مم. آه مم. ربما مم. مم. ربما التزام وليس مش الدور لانه مم. في القانون العام هذا مم. موجود وانا مم. اشتغلت في وحده الصحه المدرسيه هذا موجود لكن ربما كما قلتي التزام هذه الوحدات بالقيام بدورها ربما هو اللي يتراجع شكرا استاذة نصير. ايضا نواصلوا مع هذا الموضوع الشيق ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين لاحظتكم حصتكم الاسبوعيه زينه الحياه، زينه الحياه اليوم تهتم بموضوع عدوى القمل. دكتوره كريمه نعم. تكلمنا عن القمل كيفاش يجي منين انه اسبابه ما هيش النظافه، الام الان كيفاش تتفطن انه ابنها او بنتها عندهم القمل؟ لو يعني الحكه آه الحكه, الحكة. آه ايضا كي تكون تمشط لولدها ولا تلقى دي لي دو خبيش مم. في مؤخره الراس او نيفو دو لا ثاني تقدر الاماكن يعني اللي ينتشر فيها اكثر هي 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 الراس اللي يسموها لا نوك ايضا في في الفصل بين الشعر ايضا تقدر تشوف كيما نقولوا الادينوباتي سيرفيكال معناتها انتفاخ العقده العقده اللمفاويه في مؤخره الولسيس كيما نقولوا في مؤخرة الحك احيانا هذاك الحك يدير جرح في مستوى الشعر والغده اللمفاويه تنتفخ باللي كان التهاب في الشعر الام تفطن لهذه الحاله هنا اطفال الصغار الذكور كيحفوا لهم وكامل دائما نلقاو عندهم ديزادينوباتي يعني جروح صغيره لانهم يحفوا لهم يحفظ تخو كوخ مي بنات صغار ما نلقاوش باسكو شعرهم طويل دائما ما نلقاوش عندهم بزاف كما الاولاد اذا ولا سورتو سورتو الحك الحك الطفل يكون يكون مقلق والطفل في حد ذاته يهضر يقول لها ماما ديرونجاني شعري ولا كلام نسيت نجاني او يدغدغني يعطيك او ما عندهم لي تاعهم صافي الام اول حاجه انها تفرق شعرها تاخذ مش ترقيه يقول العلاج يكون عن طريق آه ايضا العلاج انها داكتوم كما قالت كما نسمو ناخذ لو تيبو نعم اللي متواجد آه في كل الصيدليات في كل الصيدليات معروف يقدر يكون عن طريق غسول شامبو ولا عن طريق سبراي ولا مم. عن طريق بخاخة, يعني. بخاخه نعم ولا ان يكون يؤخذ ياخذ هذا 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 الغاسول هذا الهدف منه ماشي قتل القبل ولكن خنقه يخنق فيه لفافوشي نعم. لي بور دو 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 ريسبيراسيون صافي تسبب له الاختناق يقتلو ما ذاك باش نقضيوا عليه مباشره نشدو الملابس مثلا لو شابو ولا الملابس تاع التعطيف هذاك نعم نحطوه فيه في الشامبو هذاك يكون يكون في ماء يعني يغلي سخون نديروا فيه الشامبوان نحطوه حتى ل 10 دقائق يمكن حتى ربع حتى ساعه حتى دكتوره نقول لك مثلا خاصه بالنسبه للبنات اللي يستعملوا يعني بعض الاشياء الزينه للزينه في شعرهن مثلا لي سيغتات لي شوشو آه، لي زيلاستيك كاين اللي يقول لك انه لا يكفي اننا نغسلهم ولكن نتخلصوا منهم آه. نهائيا هذا باش آه. نبعدو عدوى القمل نعم حتى لباني. ثاني كان حاجه سورتو هذه الامور ينتقلوا ما بين ما بين ما بين البنات ما بين البنات بناتهم يعطيك الصحه حتى في المدرسه ولا حتى في, نعم. في, في نفس في البيت في العائله ما يعني يقدروش نعم يعني. يعني نعم اثناء اللعبه تشوف وحده يعني تسلف صديقتها ولا اختها ولا أشياءها الخاصه نعم. اذا هذه الاشياء كلها نتخلصوا منها يتحطوا؟ يتغسلوا حتى حتى الملابس الداخلية لأننا هنا في مقام أننا نتحدث عن قمل الشعر وقمل يعني البدن، مم. ثم يفولي غنسين بالماء سخون 75 دوغري 75 دوغري نعم درجة الغليان حتى 20 دقيقة، ثم ثم يشفط بالماء البارد يعني طبعا مم. يعني وينشر تعاد العملية يعني عدة مرات. ت... نعم عدة مرات حتى التأكد من انتهاء يعني انتهاء هذه هذه وكاين كاين ثاني وسائل أخرى مم. طبيعية يعني مم. الوسائل كثيرة أ... الوسائل الطبيعية نحن و... نشوفوهم و... بعد إن شاء الله ولكن يعني هنا غير التشخيص برك شخص الأمر أ... يعني أون جينيرال أي أم يعني يكون همها هو التخلص من تلك الحشرات أنه بعض الحالات الدكتورة كريمة أنه الأم تفزع وتروح تستعمل مثلا أشياء مضرة بصحة الطفل هذا مثلاً. خطأ شائع نعم. مثلا ماء جافيل نعم. مثلا خطأ الفليتوكس نعم هذا خطأ شائع الشعر الشعر عنده خاصية أنه يمتص كل, نعم. كل شيء الشعر وفروة الرأس كذلك يمتص كل شيء فروة الرأس هي يعني عبارة عن خلايا عن أنسجة تمتص كل شيء بك يقدر تقتل تقدر تقتل ولدها بفليتوكس تقدر لا قدر الله ب... لا قدر الله تقدر تقتل ولدها بلكلوغ تقدر شعره يطيح يقدر يدير يدلو... له لا قدر الله مرض مرض جلدي يعني مم. مزمن مم. على هذه فو بات مسحويتش وسائل باش 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 يعني تستعملها، كان حاجه ثاني هو عزل الولد عن اصدقائه في المدرسه مم. على الاقل ثلاث ايام لو طون اللي هي تلتها بولدها وتنظفوا تكملوا تعاود وي... ترجعوا ويشفى تماما ويشفة من الله من العدد. هذا إن, من ان شاء الله دكتورة نروح نشوفوا اراء الشارع الجزائري حول الموضوع ثم نعود اي لازم كاع يعاودوا الفراش تاع ولادهم حوايجهم كذا هذو كاع بعين الاعتبار هذا الشيء قلت لك صافي كاين من بكري سا دابخي لو كونتاكت هذا الشيء ماشي عيب هذه سيتي مالادي تجي مع دي زانيمون يفو لي تو سادير اه يفو فار لا بريكونسيون اه سي انسان يدوش يغسل ولاده كي يجوا من المسيد يراقبهم لا مامون في دونسون دو فال ما يبعثهمش يقراو حتى ينظفوهم سينو بعد يحطوهم على كار و بيان كي على بوغ ان بعد يحس روحو شويه أهلاً, أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا إلى حصتكم الأسبوعية زينة الحياة لتناول اليوم موضوع القمل أستاذة نصيرة كنا شفنا في هذا التقرير اللي فيه آراء الشارع الجزائري حول عدوى القمل سيدة الأخيرة كانت كلمة تقول لك أنه الطفل عندما نعزلوه يحس بنوع من يعني كما نقولوا بالعاميه تغيدوا نفسه م. من هذا يعني من هذا الكلام اللي قالته هذه السيده ند... عندما نذهب الى المؤسسات التربويه نشوف اللي تنتشر فيها عدوى القمل الطفل الذي يصاب بالقمل يقول لي وكانه يشار اليه بال... بالاصبع يعني م. حتى انه هذا العدوى القمل تصبح كوصمة عار عليه حتى أنها تقدر ترافقه طيلة حياته ويقولوا فلان الذي أصيب بالقمل فلان الذي عداني بالقمل كيفاش لازم على هذه المؤسسات التربوية والمسؤولين على هذه المؤسسات التربوية أنهم يتعاملوا مع هذا المشكل يعني بكل نقولوا سرية وبكل يعني هدوء بحكمة ثانية نعم بحكمة <applause> اول شيء يعني حابه نفتح قوس انه نعم. احيانا الخطا يكون من المعلمين مع احترامي لكل المعلمين نعم انهم هما اللي يشيروا لهذاك الطفل نعم اللي راه راه جاب حاجه ماشي مليحه وكانه هو المذنب يعني مم. في هذا الشيء ويستطيع انه جاب هذه العدوى من مكان اخر يعني هو كان ضحيه نعم. اكيد آخرين. اكيد لانه العدوى تنتقل يعني نعم. من شخص لشخص فالذنب مش ذنب الطفل مه. قلت التعامل بسريه قادرين نتعاملوا بسريه لتفادي مه. هذا الشعور اصلا لا. من اصله لكن في يقدر حالة يسبب له عقده نفسيه نعم في أستاذة. حاله اذا تعرف الامر مه. يعني خلاص تعرف وانتشر الامر لازم نوع... يوعوا المعلي... المعلمين هذو يقوموا بدور التوعيه أنه هذا أمر طبيعي مهم. ممكن يصاب به أي شخص مهم. وحتى الكبار أحيانا يعني مهم. مش, مش وصمة عار كما يسموها مهم. هما ولا يبدأوا يتعايروا بيناتهم نعم نعم فدور المؤسسة التربوية أنها توعي الأطفال هذا أنه هذا أمر طبيعي وأنه يتعالج وقادر يصيب يعني أنت اللي تعاير في هذا الطفل قادر أي واحد يصاب به يعني أنظف الأطفال يعني يقدروا يصابوا أكيد مش متعلق بالنظافة, بالنظافة. نعم شكراً نعم. أستاذة. دكتورة يا كريمة الأم اللي تلقى ابنها ولا أولادها أصيبوا بالقمل هل يجب عليها أن تعقم كل المنزل؟ تعقم أماكن النوم مثلاً ما المطبخ ولا تروح لاماكن لا احنا نتكلموا عنه من باب انه هنالك بعض السيدات اللي عندهم هوس النظافه احنا لا لا لا. نتكلموا لا لا. يعني لا لا. على كل الشرايح تعقم. تعقم. تعقم يعني يحكمها هوس ويعني تقلب أبداً. البيت تعمل تستعمل كل كل حاجه مم. عندها صله مباشره مم. بالشعر او بالجسم الملابس الداخليه تغسلها مه. تفرقها تغسلها مه. تقدر تاني ايضا حتى الاماكن حتى الاماكن اللي تحطوا عليها لي بورتمونتو كامل تعاود تجوز عليهم باغ جافيل ولا مه. تنقيهم مثلا الطفل تحاول وين يرقد الافرشه تاعو كامل تنحيها ديالو ديال خوته ترنخهم كامل تعاود تغسلهم بالماء 70 درجه الى <متضمنت> 75 درجه بلو شامبوان هذاك ما دير <متضمنت> تغسلهم لهم منقوع في لو شامبوان هذاك اونتي <متضمنت> ولكن يعني ما ماهيش بحاجه انها تروح للصالون مثلا نورا القمله هذه ما راهيش ما راهيش حاجه حيوان المفترس <متضمنت> <متضمنت> هي مسكينه اللي تطح في مكان <متضمنت> غير 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 ما غير لا 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 يوافق لا يوافق ظروفها هي مخلوق ضعيف جدا راه no. راح تموت بعدين no. من بشاع صورتها يعني آه. إنها هي مخلوق هي مخلوق هي مخلوق هي مخلوق <applause> هي 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 مخلوق عندها رزق هو رزق من من من, <applause> من يعني رأس شكرة. الانسان حتى يعني حتى, حتى يعني كاين بزاف الامهات كانوا بكري يقول لك آه القمر يديروا لانيمي نعم كنا سمعنا بهذا يقول, كل يقول لا أنه... لك يديروا لانيمي ما يديروش لانيمي لانه لانه على بالك كي تكلموا بكري كي تكون اون ولا في القرى ولا ولا في الاستعمار ولا عايشين بالقمل مثلا معاهم بكثره في الجسم ديالهم هذيك بالك ظروف واحده اخرى عندها معطياتها بصح في الوقت الحالي الحمد لله كاين تمدن كاين تحضر كاين الوعي يعني. كاين كلش اليوم تفيق بلي ولدها عنده عنده هذا المشكل غداً اذا كانت عامله خدمه ما تروحش نعم. تقعد تهلا في ولدها اليوم الثالث الرابع تحرص انها ولدها ما يغيبش اكثر من ثلاث ايام لان عنده دروس وتعاود يرجع للمدرسه وكان شيء لم يكن ان شاء الله دكتوره نروح الان الى فقره اعتني بطفلك ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بكم اعزائي المشاهدين الى فقره اعتني بطفلك مع السيده سميره اللي حتحدثنا اليوم عن طرق طبيعيه لعلاج القمل اهلا بك امال حضورنا الكريم مشاهدينا الاكارم مرحبا بكم مشكل القمل تعاني منه كثير من السيدات يعني حتى في وقتنا الحاضر ما زلنا نعاني من هذا المشكل يعني فجاه بدون سابق انذار تكون سيدة مشط في شعر ابنها او بنتها تتفاجا بدو بوجود القمل في شعره كارثه كبيره كارثه كبيره وتساؤلات اكثر من اين جاء هل هناك شخص اخر فيه القمل كيفاش نقدر نتخلص منه تلتجئ الى بعض التدبيرات الخاطئه مثل استخدام البنزين استخدام مبيد الحشرات فليتوكس. فليتوكس طبعا هي مواد خطيره جدا طرق خاطئه طرق خاطره مضره بجلده الراس وبصحه البدن نعم. بصحه البدن لماذا لانه مره واحده لا تكفي للقضاء على القمل الشهر نعم. باستخدام هذه المواد لازم نكررها عده مرات وتكريرها راح يسبب بالضروره نعم. عده اضرار رح. اليوم نعطيكم وصفات طبيعيه وصفات اللي جدات كانوا في القديم يستخدموها عندنا نعم. مثلا زيت الزيتون هذا وعندنا نعم. هذا عباره عن خل اذا كان خل توفر من خل, من خل خل يعني خل الليمون خل نعم. المائدة اللي نستخدمه في الطعام من المستحسن نعم. يعني استخدام خل التفاح لكن نعم. اذا ما توجدش نستخدموا هذا الخل خل نعم. الليمون خل نعم. المائدة اذا ما توفرناش الليمون مباشره نعم. عصير الليمون, عصير الليمون. آه زيت الزيتون يقضي على حشره القمل يعني يقتلها لكن الخل هذا او خل الليمون آه هذاك الصمغ اللي لصق البيض تاع هو صيبان طبعا الصيبان كما نقولوا بالعاميه آه يفشل يجعل آه هذاك البيض ينزلق من على الشعره نعم باستخدام هذا المزيجين ربع كوب من آه زيت الزيتون مع ملعقه فقط من الخل حبذا نعم نعم نستخدم ملعقه خشبيه او ملعقه من الفخار حتى لا تتاكسد اذا خذينا ملعقه آه نعم راح يكون هناك تاكسد طبعا نعم توضح السيده كلمه على الشعر لمده ساعه كامله بعدها تبدا تدلك مثلا ولا تدلك بعدها. طبعا تدلك فروه الشعر تدلكها مليح حتى يتغلغل الزيت والخل داخل الشعر ثم تجيب مشط رقيق اذا كان هذا المشط هذا المشط يعني متوفر في الاسواق هذا لا. اللي نادر جدا امل اللي نسموه مش قديم. الكراطه الجميع يعرفوه حتى يعني ناس كبار يسموه بالكراطه يعني هناك عجوز هي اللي مداته معده البرنامج وهي قدمته لي نشكرها بالمناسبه <applause> وفرشات اسنان اللي مستخدمين عليها فرشاة فرشات الاسنان لماذا نقول لك لماذا لانه عندما نقوم بمشط الشعر ننزع هذوك اللي آه بقايا, يكون البقايا بقايا البقايا القمل وال ننزع واش نستقلي في في المشط من صيبان نعم. وقمل نوريو بواسطه هذه الدميه اين يتمركز يعني بكثره وجود آه هذا القمل هنا يكون بكثره هنا اسفل لا الرقبه لا. وخلف لا. وخلف, لا. وخلف الاذنين لماذا يكون لان هذه المنطقه دافيه على هذه المنطقه تكون لا. دافيه نوعا ما والقمل يبحث عن الدفء طبعا تتكاثر طبعا تتكاثر هنا في هذه المناطق يكون متكاثر بشده تشد السيده الكريمه الشعر خصولات خصولات ليس كامل الشعر م -م. تقسم الشعر الى خصولات تفرقوا وت... طبعا تفرقوا بدايه م -م. تمشط الشعر من اسفل الى اعلى حتى نتخلص من القمل اللي يكون اسفل الرقبه وخلف الاذنين من اسفل الى م -م. اعلى بعدها ترجع الشعر الى الخلف وتقسمه الى اقسام م -م. وتبدا بخصلات في م -م. كل مره من الاعلى الى أسفل هذه المرحله طبعا في كل مره تراعي م -م. باش تمسح المشت انت لا نعم. باش تخلص من بقايا باش تخلص قلت. من هذيك البقايا بعد انتهينا من هذه المرحله مباشره نروح الى البصل البصل هو عباره عن مطهر امل هو عباره عن مطهر سميره عفوا انها تختار احدى هذه الوصفات مش لا كلها هذا تتابع يعني. هذا تتابع, آه تتابع. لا نعم. درنا الخل وزيت الزيتون زيت الزيتون الشعر نعم. خلاص الشعر مشط مباشره بعد نستكرفج البصل نوضعوه نعم. في شاش نعصروه هذاك العصير هذاك العصير نعم. البصله ندهنوا به الشعر نعم. ونغطيوها بفوطه والفائده تعوز. البصل راح يزيد ياكد لنا عمليه التخلص نعم. من القرن اذا كان يعني. اذا كان قعدوا بعض يعني الحشرات راح يقضي عليها تماما نعم. نغطيها بواسطة فوطه ونخليه ونخليه هذاك الطفل لمده ساعة أو يعني كيكون قاعد يشوف تلفزيون أو غيرها لا. فقط كاين ملاحظة للسيدات الكريمات الطفل راح يمل بسرعة عندما تكون تدير في هذه العملية تاع المشط تكون تحكي له في كاش قصة يعني تلتيه يعني ما تلتي باش ما باش ما يتقلقش يعني كوينوض بسرعة نعم. بعدها مباشرة نغسل الشعر بشامبو, بشامبو يكون معتدل البي أج. ثم نستطيع نستعمل الشامبو اللي يتباع في الصيدليات اللي هو خاص بمحاربة القمل ولا شامبو تستطيع عادي؟ تستطيع السيدة الكريمة يعني كتستخدم هذاك الشامبو لكن لكن إذا كان ما عندهاش أي شامبو عادي مدخول يعني تاخذ أي شامبو تمام. عادي مباشرة لإراحة فروة الرأس مشاهدينا هذا منقوع آه المعدنوس زائد منقوع حبة الحلاوة كيفاش تستعملو؟ كيف تشدينا الماء خلينا يغلي في كاس اللي نعم. غلى الماء وضعت فيه باقه من, من البقدونس. البقدونس. وحفنه من حبه الحلاوه نعم. خليتهم حتى برد الماء هذا خلاص يعني مليح امتصوا كل المحتويات صفيتهم من هذا بعد ما نغسلوا الشعر لإراحة فروة الرأس نعم. وجلد الرأس نعم. نشلوه بهذا الماء إذا كان ما توفرناش نقدر نستخدموا ماء السلق نعم. ماء الحريق أو لغتي كما يسموه بالفرنسية كذلك نقدر نستخدموا أه القصبر طبعًا. نعم ماذا عن الثوم سيدة الثوم كذلك هو مطهر إذا كان ما توفرناش البصل رائحة الثوم تقضي قوية. على حشارات. تقضي طبعا ولكنها قويه ماشي كاع الناس يحب آه عفوا يحملوا يحلو... يديروها في راسهم نعم وكيفاش إذك... طريقه الاستعمال تاعها؟ هذه فقط نهرسوها 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 مليح نضيف ندرسوها. لها ندرسوها مليح في مهراز نتاع الحطب نضيف لها ملعقه زيت الزيتون وندهنوا بها فروه الراس نعم هذا طريقه اخرى ولا هذه طريقه تكميلة. اخرى طريقة لا 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 هذه تكملة قلت لك اذا كان ما استخدمناش البصل آه عصير البصل نستخدمه التوم. كذلك مم. بالنسبة للذكور بالنسبة مم. للذكور هي حالة سهلة جدا يعني كسيدة فقط تنحيل الشعر تاعه تخلص من الشعر تخلص <applause> من كل شيء تقدر مباشرة حتى تتأكد منه بلي أنه بنزع الشعر مم. انتهى القم توضع ملعقة عسل حر مع ملعقة خل نعم. ملعقة خط التفاح له بها راسه مليح وتخليه لمده مثلا نصف يوم ثم تغسل له مم. طبيعيا في عجاله عندنا كذلك المايونيز والخل المايونيز يقتل كذلك القمل المايونيز والخل الحبه السوداء الحبة السوداء او زيت الحبه السوداء سوداء. مطحون حبه سوداء مع ملعقه زيت الزيتون يقضي تماما على القمل لكن استخدامه لمده سبعه ايام نعم في كل يوم ساعه الطريقه المده مده الاستعمال تاعها كذلك مده اسبوع سبعه ايام هذه نعم. زيت الزيتون مع خل التفاح نعم. لمده سبعه ايام نعم. شكرا سيده سمير على كل هذه التوضيحات نتمنى ان شاء الله ان السيده تاخذ بهذه التوضيحات آه نقول لكم دعاتكم اسئله ما عليكم الا ارسالها على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي www.facebook.com/زينه نعود نولو الى البلاتو مع موضوعنا الرئيسي هو عدوى القمل اهلا بكم اعزائي المشاهدين لاحظتكم زينه الحياه نذكر بان صفحتنا على فيسبوك هي www.facebook.com زينه الحياه وذلك للتواصل معنا وطرح اسئلتكم العديده واقتراح مواضيع راح ان شاء الله نتناولهم نعود نقولوا لك دكتوره عفوا حول عدوى القمل الطفل الذي يصاب بالقمل يقوم بعمليه الحك هاد الحك هادي وهاد الجروح اللي يخليها في راس الطفل وحتى في رقبته ربما تؤدي الى امراض اخرى ما هي دكتوره لي زون دو غاتاج هذيك الاحتكاك تصرى لها جروح نعم. تقدر مع الوقت اذا كان الطفل يعني ما, ما كان مثلا في دونزين كولوني مثلا م -م. في مكان تاع سياحه م -م. ولا كان بعيد على الاهل ديالو وتطول هذيك المده تاع الاصابه لي زون دو يقدروا يكونوا مساكن امنه ولا وسط يعني وسط, وسط مهيئ لنمو بكتيريا بكتير خطيره م -م. مثل لو ستريبتوكوك ولا لو ستافيلوكوك وهذه البكتيريا من اين تاتي؟ هي هي بكتيريا موجوده في كل مكان مم. ولكن دائما تحوس على لي بوغ دونتري باش تدخل للجسم نعم. على مكان على 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 مكان خرج من الجروح وكامل بيان سيغ الستافيلوكوك ولا هادو يقدر نوصلوا يديروا لنا لامبيتيغو هي عباره عن عن ليزيون ليزيون آه تكون على تكون في في المنطقه هذيك هذيك لا ليزيون هذيك اون آه جينيرال هنا ندير سوا نحطها سو mm سورفيونس -hmm. ولا نحطوها نعطوها دي زونتيبيوتيك دي زونتيبيوتيك mm -hmm. mm -hmm. باش ما توصلش اننا تكون اون بو دونتري كثر توصل مهم. الدم يعني توصل الميكروبات الى الدم ميكروبات التكفل. للدم طبعا ماشي الدرجة هذه يعني الميكروبات كيما مثلا اللوزتين التهاب اللوزتين اللي عندهم ميكروب اللي على ايموليتيك دو تيب ا اللي هو يدير لنا لوندوكارديت انفيكسيوز لا قدر الله لو كان الطفل ما يتعالش من 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 التهاب اللوزتين ولكن اذا كان ما كان يعني احياء احياء فقيره ولا اهل مشي واعيين ولا الطفل مثلا ولا اماكن متسخه مثلا ولا فيها النظافه نعم ولا الطفل يعني آآ آآ الطفل ما ينظفش الام ديالو ما تنظفلوش وكان يعني بعيد على على البيت ديالو مم. يقدر هذاك يكون اون دون تري سيريوز لهذه الامراض الام مثلا كيفاش تستطيع انها تداوي تلك الجروح باش المواد المستعمله في مداواة هذه الجروح هذه اون جينيرال الام بالنظافه ديجا كي تكتفيق الولد بلي عنده القمل كامل تنظفوا لا سيكاتريزاسيون الف سبونتانيمون مي مثلا كيما مؤخر الجسم باش تنشف هذيك الجروح مم. تقدر تستعمل لا بيتادين مع 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 ليوزين الاكاز هي دواء الاحمر مم. تحطهم وت... وما مش تعرضهم لاشعه الشمس باش تروح الرطوبه هذاك ويبس ويسي كاتريز فاسيلمون ان شاء الله دكتوره <applause> ان شاء الله. مروا الان الى فقره الفيسبوكيات ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى فقرة الفيسبوكيات نذكر بأن صفحة البرنامج هي www.facebook.com سلاش زينة الحياة نروح إلى أول سؤال اللي حيظهر على الشاشة من عند السيدة نانو اللي تقول أن ابنها عنده شهر ونصف تظن أنه عنده ديكوليك مهمة بالرغم من أنها تطيل تيزانات ولكن لا يوجد أي نتيجة إنه لا ينام في الليل هل من الممكن أن نعطيها النصائح لهذه السيدة؟ الطفل في عمره شهر ونصف الى ديكوليك هنايا ما قالتليش اسكو راهو يرضع مصدرها ولا يرضع يعني رضاعه طبيعيه ولا رضاعه من اصطناعيه لانه كاين سكون لاليرجي او لي فاش نعم هنا يقدر الطفل عنده ديكوليك بالك هذاك الحليب اللي راهي تعطيه له ما موش يساعدو ما يساعدوش هذه اول حاجه لازم تراعيها ثانيا قالت باللي الويدون دي تيزان كيل تيب دو تيزان هنايا ما قالت لناش يعني اي نوع من مم. من من التيزانات مدلو ولكن ومع ذلك نعاود نعاود لكم يعني نفس نفس النصائح اللي قلناها, اللي قلناها في الحلقات السابقه آه ليتيزان حبه حلاوه كمون بسباس بكميه مقادر. قليله مقادير حبيبات مم. مع ورقة تاع الى الى ورقه لا اكثر لا اكثر بدون عسل وبدون سكر يتغلى, مم. مم. يتغلى الماء يتغلى الماء مقدار نصف كاس ينقع فيه ترمى فيه يغلق النار ويتغطى بغطاء ينقح مدة خمس دقائق مهم. يبرد يتحط في البيبرون يعطي الطفل قبل ما يرقد الحاجة الثانية هنا يا كي كان هذه الدمية راي قدمنا نسيون أننا نقمصوها كطفل صغير ونعلموا المشاهد الثاني الامهات كيفاش انهم يعملوا دي ماساج هنا توجور هادو هادو هنايا كنا توجو نستعملوهم <تفتحدث> الاطفال وصادو كانوا كنت اون بيدياتري اون سيرفيس دو بيدياتري يعني اه صافي دي زاني كنت كنا 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 نعالجوا المرضى جو فوزي دي كارت كانوا يجوا عندي اولياء يجيبوا ولادهم بهذه الحاله كنت نستعمل نعم. معاهم الطريقه هذه سيغ mm -hmm. بلاس كان الطفل ينام سيغ بلاس كنت مم. نستعمل معها الطريقه هذه وكانت فريمون يمسون طريقه فعاله فحاله جدا نشفى يعني لو بروفيسور الله يذكره بالخير هو يعني علمها لنا في, في بدايه يعني بدايه العمل تاعنا في, في المستشفيات هنا تشدي زيت, زيت زيتون تدفيه شويه مم. احسن حاجه جامي الام تكون يدها بارده ولا غسلت ولا تروح عند وليدها تجي تمسو باسكو الجسم ديالو حار هنايا تبدا دير له دي ماساج اون سويفون لا فيزيولوجي قبل ولا لا تومي لا تومي قبل، الاناتومي الى إلا فيزيولوجي، نبداو بالامعاء الدقيقة، ما داك نشوفوا الاكل كيبدا يمشي يمشي يمشي, يمشي. هنايا، سي لو ترونسفيغس، هنايا لو كونون هنا نروحوا إذا إلى الصدر دي. مم. هنا لاسوندون، هنا لو هنا ترونسفيغس، هنايا هنايا هنا لو ديسوندون، وهنا لو سيغمويد، وين تصرى لاتيفيكاسيون، هنا يبداو نديرو مع الاول نديرو دي ماساج احسن حاجه انه بسم الله بسم الله كل ما ي كل ما يذكر عليه اسم الله عز وجل ان شاء الله سيشفى نعم هذه يعني يقين وعقيده تربينا ونربينا عليها اولادنا ثم يبدا بهذا الماساج نعم. هذا حتى حتى ثمان مرات ديجا هنا الطفل تحس بالاسترخاء ديجا لو كونتاكت ميغ انفون تخي على بالك لانها تعطيهم الطاقه الايجابيه ديالها مم. ولان الطفل يحس بالشعور بالام ديالو لمسه تاع يد الام يعني غير شكل كما يقولون. دكتوره فقط عندما تقومي بهذه العمليه هل الطفل مباشره يبدا يفرز في الغازات؟ ام بعد مده لا مباشره يبدا يبدا يحس بالاسترخاء الاسترخاء هذا الفرق ما بين واحد كي تكون انيرجونس جيوجيكال ولا الطفل مجرد انك تمسيه ولا ما يحملش او انك تحسي البطن غير رخو مم. انا كطبيب مثلا تما سي انيرجونس ولكن كي تحسي الطفل تحسي بس حاس بالراحة ولا يقعد يشوفك فيك ولا عارف تعرفي باللي مجرد مجرد آلام أو مغص في الأمعاء مم. لا غير مم. مم. ثم نبداو نعملوا هذه الطريقه اننا نشوفوا اننا ما تخافش الام انها تبدا تضغط تضغط ثم تفتح هكذا <applause> ثم ترجع هنا يخرج يعني الغازات مباشرة ويرتاح الطفل يعني كنا نستعملها لل... حتى أنه أحيانا الأولياء يقولوا لي هذا ما كان طريقة سهلة جدا نقولوا ما نعلمتها لكم ما تعلمتها جاعد زالة <applause> يقولوا طبيبة هذا وي ما كان كانوا يجوا وين يجي عندما ديرهم جاكت عبدو ما بريباراسيون طبيبة وليدي وليدي يقول له لي لا لا طبيبة عبدو ما بريباراسيون ما كان أكون ما كان ما كان أكون يمعج زعما كي نسيسيت إنيرجان سيرجيكال ولا عند سورتو ست شهور عدنا عندنا بزاف يعني عمليه نومار. بسيطه جدا هكذا ثم نستعملهم بصح شوفوا الضغط الضغط هكذا والضغط الطفل يحسها لعبه يحسها لعبه لا ماما الام دائما نظرها تخليه في عيني الطفل وتقعد مبتسمه هذو سي دي زونت الام الطفل نا... دائما يبحث عن امه أه، تخيلي ان الطفل لو كان يشوف امه تبكي يبكي معها بدون ان يعرف ان لماذا تبكي نعم. اذا اذا رأ... راها تبتسم فهو ياخذ من ايجابيتها ويبتسم دكتورة فقط يحضرني سؤال يعني تكمله لسؤال السيده هذه هاد العملية هذه نقوم بها ابتداء من أي شهر أنه ربما بعض الحالات الطفل يكون صغير جدا ويكون يعني تست... نخاف ويكون فراجيل تست... هذه إن إذا هذه الطريقة بحركة مثلا هذه الطريقة أستعملها عندما يخرج من بطن أمه مباشرة ل... لكي أملأ دفتره الصحي <applause> <applause> لأنني هنا لأتحقق بأنه ما كانش ليكساسيون خ... خاصة الأمهات يعني أول طفل يخاف ربما الأمهات لا عندما عندما نكون بي يعني بطريقه عبالك باللي هادو هادو سيدي ماساج كيل <applause> فيغ لي زونفون عبالك هادو لي ماساج هذه يعني ان شاء الله نديرو فيها حصه عاد اخرى نوريكم كيفاش نديرو دي ماساج دي بالك <applause> آه لي ماساج يساعدوهم على النوم كثيرا <applause> آه مساج ماساج تا... تاع تاع الظهر هذاك آه بور لي زونفون يلفو برب برك فيغ هاد لو جيست برك نعم يلفو faut با لان الرجل ce qu'on appelle la réflexologie plantaire الرجل سبحان الله اذا اذا كان أنا، لو كان لو كان شدينا الرجل ورميناها مع بعضهم هنا نقاو وكاننا وضعنا مرآة تورينا كامل الجهاز نعم آه. اذا كان آه. م -م. الطفل حساس جدا حساس م -م. جدا اذا كان نقعد نلعب له برجليه ونقعد م -م. نلعب له أنا أهيج أعضاؤه من حيث لا أدري نعم. وقد أضره، لذلك أحسن شيء أنه الرجل لا نستعملوها ابتعدوا هكذا ونبدأ نديرو دي ماساج بالويل دوليف يوميا 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 كل ليلة، صدقوني الطفل يرقد معك حتى الصباح يعني هذه هذه مجربة يعني الأطفال معلومة أيضا نعم. فقط كإضافة المساج تاع لابام راحة اليد نعم. تقوي عضلات الفم سبحان الله نعم لان لهذا الطفل الرضيع كي يكون يرضع يشد اي حاجه ويضغط باش هو قال لك كرده فعل باش يقوي العضلات تاع الفم تاعه شكرا استاذه <applause> نصر على م -م. هذا التوضيحات نمر الى السؤال الثاني نعم من عند السيد قاده يقول عنده ابنه في عمره 3 سنوات ولكنه لا يتكلم جيدا عندما يتكلمون معه يتجاهلهم ويعمل نفسه انه ما يسمعهمش عندما يلعب يلعب باصوات او بصراخ انه ابوه اسمه سعيد وهو يعني عندما يتلفظ اسم ابوه يقول سيد يعني عنده ما يقدرش يتلفظ ينطق هذا الاسم كاملا برغم ان انه سنه ثلاث سنوات واش تقدر تقول الدكتوره؟ او الاستاذه؟ ربما سؤال مشترك بين الاستاذه والدكتوره. نعم يعني هنايا كاين معلومات ناقصه باش نقدروا نفصلوا في الحاله دعم. هي اعراض كاين عده اضطرابات اللي تشترك في هذه الاعراض منها التأخر اللغوي، منها التوحد منها تاخر الكلام ولا اضطراب الكلام درك كي نقولوا سيد هو اضطراب كلام <applause> بما انه يقول سعيد يقول سيد نعم <applause> اضطراب في الكلمه في نطق الكلمه هذه <applause> لكن يعني خصونا معلومات على تاريخ الطفل هذا <applause> على مثلا اول كلمه وكتش نطقها <applause> الرصيد اللغوي تاعو شحال عنده رصيد لغوي معناه في شحال من كلمه اللي يقدر ينطقها <تصفيق> <تصفيق> طريقه تعامل تاعو مع الاهل غير حتى أنه ويتجاهل أو يتجاهل مثلا عندما يتجاهل, يتجاهل آه إما تجاهلية إما وإما عزلة يعني ما لا. نقدروش أو ربما مشكل في الصنع ربما لا آه ربما أيضا يعني هذا الأمور كامل لازم يكون تشخيص مباشر باش آه إلي آه آه الأمور الطبية باش نقدروا نشخصوا الحاله شكرا يعني. استاذه نمر الى ثالث واخر سؤال من فضلكم اذا من عند السيده اللي تقول انها في عمرها 25 سنه وام لطفله ولدت بالعمليه القيصريه لان الرحم مغلق هل من الممكن ان ألد طبيعيا مره اخرى دكتوره ان شاء الله تستطيع ان تلد طبيعيا فوا وبحاله عاديه لأن هنا ذكرت كلمه مكلي مع انه يعني لا نستطيع ان يعني الاسئله دائما تكون ناقصه مه. ولكن يعني هنا قالت الرحم مغلق ما قالتش عندي مشكل في الحوض او مشكل الرحم مغلق معناتها هي تقصد فم الرحم احيانا نعم. عن طريق مثلا سيد بعض السيدات تاخذ لابروجيستيرون مثلا مده طويله تخاف انها خاصه السيدات اللي عندهم عندهم يعني سوابق صحيه في في ال في, ال في الاجهاد كي تاخذ بزاف لا بروجيستيرون سي اون سي اون اللي تؤثر على على الرحم تغلقها ويضطر يضطروا انهم الاطباء انهم كي يلحق الطفل الآتام يضطروا انهم يروحوا للعمليه الجراحيه اللي هي لا سيزاريان ولكن يعني هنا ان شاء الله باذن الله يعني البشرة ان شاء الله تقدر تالي بصفه عاديه ان شاء الله ولكن الاسباب الاخرى اللي تخلي باللي لا سيزاريان تكون اوبليغاتوار دائما كاين اسباب كثيره مم. منها سكون ابيل لو باسان شيرجيكال تكون يكون يكون, يكون لو باسان ضيق الحوض ضيق وين الطفل ما يقدرش يمر به الخارج راحلة يعني مم. بس صافي صافي نضطروا اننا نسلكوا الطفل بان سيزاريان نتمنوا لها ان شاء الله السلامه السيده وان إن شاء الله طبيعيا باذن الله تعالى تعال. إن, شاء ان شاء الله, الله. اتينا إلى نهاية فقرة فيسبوكيات لنهار اليوم، ذكروا أعزائنا المشاهدين أن صفحتنا تحت تصرفكم، لكم فقط عندما تبعتوا أسئلة، بعتوا الكثير من المعلومات في سؤالكم هذا باش يقدر المختصون إن شاء الله أنهم يجاوبوكم، إن شاء الله يعطوكم أجوبة يعني أفضل يعني. الآن إلى موضوعنا اللي هو عدوى القمل ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين نرحب بكم مجددا في حصتكم زينة الحياة لتناو اليوم موضوع عدوى القمل سؤال دكتورة الطفل الذي يصاب بالقمل مثلا في السنة هل يستطيع أن يعاود الإصابة به خلال السنة لعدة مرات مرتين أو ثلاثة أو أكثر أكيد ما دل... الذي يمنعه من ذلك؟ مم. يستطيع أن يستطيع ولكن الذي يمنعه أنه 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 لل... آه... هاد... آه... ليز... آه... لا يوجد هناك تطعيم مم. أو مثلا رفع من ضد القمل، القمل هي حشرات تأتي هنا عندما تتوفر لها ل... تزوره عندما تتوفر لها الشروط ل... ل... للاحتكاك ولكن إذا... إذا كان هذا الطفل الأم دياله آه... مثلا باسكو عادة الأمهات يقعد فيهم لو آه... تقعد ست شهور هي في فيه باش تنسى كامل يعني هوس بجعب بجعب هوس. هوس يعني صافي هوس. يعني باش يعاود يرجع له ما يرجعش باسكو الام راهي في فيه مثلا تقدر تطيح في حشره واحده ولا سيبان ولا تنزحها تنقيها تنظفها وخلاص انتهى الامر بدون انه اصلا ما تبلغ حتى انسان مم. لكن دكتوره يعني من باب انه مادام راهو في وما ومادام راهو في التجمعات ومادام راهو في الاحتكاك راهو معرض دائما مم. للاصابه. يعني دكتوره انا سالتك من باب انه المواد المستعمله مثلا اللي تباع في الصيدليات أن المفعول تاعها اني يعني ما هوش حيمتد لفترات يعني يحقق من الراس يعني مفعولها اني يشفى الطفل بعد ذلك هو اني موضعي هم هم هو ليس كنا يعني وليس واقي هذا اللي حبيت نوصل لي لي يعني هو اني موضعي وليس واقي مثلا لاحتمالات عدوى مستقبليه من الوقايه هي الوقايه اننا ان أنا 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 الام دائما تكون حريصه تراق... على مراقبه تراقب, تراقب الطفل ديالها تراقب الطفل تاعها واذا كان عندها اثنين الى ثلاثه اولاد متمدرسين ولا دائما تراقبهم لانها يقدر يمرض واحد يعديه خوه يبرا خوه يجي واحد اخر يزيد مرض ويقعد القام اللي يدور عندها كامل العام في الدار مه. صافي لازم دائما الوقايه خير من العلاج مه. شكرا دكتوره نروحوا نشوفوا هذا التقرير ثم نعود عند الصيدليات و... On trouve trois formes de médicaments anti-poux. On a la forme shampoing, c'est la forme shampoing anti-poux, la forme lotion anti-poux, et la troisième forme c'est la forme poudre. Donc lorsque le malade est atteint d'une infection du donc il faut utiliser les trois formes en même temps. Il faut utiliser la forme lotion, et la forme shampoing et la forme poudre.

بكم مجددا إلى آخر جزء من حصتكم زينة الحياة لتناول موضوع اليوم هو القمل دكتورة كنا شفنا هذا الصيدلي اللي ورانا مجموعة كبيرة من المواد اللي من شأنها أنها تحارب القمل واش نقدروا نصحوا هذه موجوده في 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 العلبه الاولى هي نفسها الموجوده الثانيه التاني وقال انه كاين غبره آه. وكان رشاش ولا بخاخ وكاين شوفي انا آه انا كطبيبه انا طبيبه أقول لك انا آه تكفي 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 انسولاسيون يسأل صيانتك فيه هي نفس الماده الكيميائيه الموجوده، علاش نكلفوا علاش نكلفوا المواطن انه يشتري ثلاثه حوايج؟ هي مم. نفس الماده، يعني كاينه ماده تعرف السيبان وكاينه ماده تعرف 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 تعرف, تعرف القمل، اللي هما البيوت تاعهم، هي نفس الماده لانها تخلقهم، تقتل نفس الماده، هي لو كان لو كان مثلا تكلمنا على خل التفاح، مثلا ينظف ينظف على تاع الجسم، وحطينا معاه مثلا زيت اليانسون، هنا نقدر نتكلم لك ونقول لك نقدروا نحطوا مواد طبيعيه، وكل ماده عندها الدور تاعها، لكن نقول لك انا سأستهدف القمل بماده ثم استهدف سيفان بسلاح اخر فهذا ما لا ما لا اتفق مع, مع هذا البائع وهذا الصيدلي مع كل احترامنا مع له. كل احترامتنا يعني نعم. من ولكن كطبيب لدي حق الرد بي... نعم. بطبيعه الحال الدكتوره اخر كلمه نقدروا نوجهوها للسيدات بالدرجه الاولى استاذه ناصيرا حول القمل واش نقول لهم؟ قول لهم باللي هذا امر طبيعي وامر عادي يعني الفزع هذاك ما كان ما يعني ماهوش ضروري شكرا استاذه نصير على هذه الاجوبه نعود نمر الى الدكتوره كريمه اخر نصيحه نوجهها للسيدات الحريصات على نظافه اولادهن اقول لها سيدتي اتمنى انك استفدتي معنا يعني في هذه الحلقه عن يعني القمل هو موضوع يعني مضحك نوعا ما ولكن موضوع مهم جدا يعني مو استمتعنا يعني به استمتعنا كريمة. يعني في الكواليس وعلى اللو... يعني وعلى المباشر است... است... استمتعنا به ولكن no. الخمر في, في حد ذاته في حد ذاته امان ليس مشكل no. هو مشكله صغيره وننتهي منها ولكن mm. ما يقلقني هو الطفل هذا الطفل الذي يستحي الذي من ذاك يعاود يرجع بعد ثلاث ايام اربع ايام من عزل يشوف نفسه ضحوكه الاطفال تاعو ينقصون من هيبته يضحكوا عليه هذا راح ياثر على بالك لو روند <applause> الدراسي المردود الدراسي تاعو في هذاك في هذاك الثلاثي راح مثلا يقدر انه يكون ويكون في الذاكره تاعو يقدر هذاك الطفل يكبر ويتفكر انه استاذ ولا المعلم ديالو حشمه قدام الطلبه ولا خرجوا ولا قالوا عيط الام ديالك ولا راك عندك حشرات في شعرك اذا المشكله صغيره نقدر نروحوا المشكلة نعم. اكبر على هذه دائما نقول لهم سيداتي حتى لو كان معلمات ولا معلمين يسمعوا فينا هذو اولادنا بلصيحة. كامل وهذه مشكله بسيطه ده. تحصل في 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 اكثر الدول تقدما وتطورا، ما نعم. عندناش يعني حاجه نحشموا منها، هي عباره عن حشرات نحوها عادي جدا لاولادنا، ولكن فهم اولادنا، نجعلوا منها ضحوكه ومزحه ومناسبه جميله، مم. ما نجعلوش منها مشكل كبير ولا يعني راح راح يارقنا لانها يعني حقيقه سهل التخلص منها. شكرا دكتوره شكرا سيده نصيرة نتمنى انكم استفدتوا من هذه المعلومات اللي عطيناها لكم اليوم من خلال حصه زينه الحياه اللي كنا فيها تناولنا موضوع القمل نتلاقى ان شاء الله في الاسبوع المقبل مع موضوع جديد بحول الله الى اللقاء